وكان أيام في عبد مشروع الناصر. طموح، نعم؟ وكان في مشروع طموح جدا آه بداية بمفاعل أنشاص وكده، وحضرتك كان أكيد عندك تصور ساعتها وتخيل للمشروع ده ممكن يصل فين، ودايما بتقولي لو كنا كملنا المشروع ده كان زمان دلوقتي أحسن اه من طبعا إيران طبعا، وأحسن من احنا وقتها إسرائيل، صح؟ وقت عبد الناصر وقت ده كنا اقوى دولة في الشرق الاوسط في الدراسات النووية، في الوقت ده ولا اسرائيل ولا اي حد ولا اي بلد عربي كان فيه دراسات كده، فاحنا كنا متفوقين ولا جدا، إسرائيل، صح؟ ولا اسرائيل، كنا متفوقين على اسرائيل. لدرجة انا لما عم خلصت الدكتوراه بتاعتي، الدكتور النادي بجامعة القاهرة واخدة يعني تقليد ان هي تبعت الرسائل للتحكيم بالخارج، اساتذه مرموقين يعني. ففي واحد استاذ جامعه الامبيريال كوليدج في لندن اه طبعا قال للدكتور النادي: انا مش مصدق، انا مش مصدق ان انتوا عندكم اجهزه تقيس الحاجات اللي موجوده في الرساله دي، ياه انتوا صحيح عندكم اجهزه دي؟ قال له: اه تعالى. وعزبه عشان يجي مصر ويشوف المعجلات كانش والحاجات. مصدقين. فكان يعني كان تحكيم الرسائل، وما زال لغاية دلوقتي بأساتذة من الخارج. بس هو وقتها الراجل بقى مسعوق يعني، ازاي مصر فيها شغل كده؟ فالحمد لله الحمد يعني، لله، ربنا لكن وفق. للأسف هزيمة يونيو يمكن أضعفت المشروع ده شوية، أو ما حصلش هو بقى الاهتمام بعد الكافي بعد حرب كده. اليمن دي كانت مش عارفة 64 64 أظن كده، ابتدى يحصل كمان، كان في الاعتداء والثلاثي والحاجات دي، ابتدى يحصل نصيحة لعبد الناصر انه يبتعد عن الدراسات النووية. فابتدوا بقى ايه، ما يجيبوا لناش قطع الغيار، حاجة نقصت عايزين قطع غيار ليها، ضعف الاهتمام. الميزانية بتاعت هيئة الطاقة الذرية ابتدت تقل كده يعني. فابتدينا نحس ان احنا مش مرغوب في ان احنا نكمل كده، فبالتالي ناس كتير قوي هاجروا وراحوا امريكا وراحوا اوروبا وكده وروسيا وكده، وانا رحت الجامعه، وفي ناس قبليه برضو راحوا الجامعه. فابتدينا نقول خلاص احنا هنشتغل في الجامعه ونعمل دراسات برضو نوويه وكده. ووقتها كان حلو قوي، كنا ابتدينا بقى نعمل دراسات نووية جامد يعني. نقلة في منطقة مختلفة. حضرتك في مش أنشاص يمكن كان لسه الناس برضو مش واعية قوي بفكرة الأمان النووي ايوه، والطبيعة، حتى حضرتك يمكن حكيتي موقف إنه هو تعرض شخص طبعا ايه، بس للوفاة. الطلبة الحقيقة كانوا متعطشين انه متعطشين. يعرفوا ويعرفوا اكتر، وايه التفاعلات النوويه، وايه القوه اللي بتمسك الذره مع بعضها او تعمل المركبات والحاجات دي. فكان الحقيقه يعني في اهتمام وعي علمي جامد جدا، فكنا احنا سعداء ان احنا بنشتغل في حاجه بنعلم فيها اجيال.